شو هو الدليل النقلي؟ أي الدليل من القرآن؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإن الله غني عن العالمين. وما الذي يدخل في العالمين؟ جميع المخلوقات، جميع ما سوى الله من مكان وسماء وعرش وكرسي وزمان وبشر وحجر وريح ونار ونور، كل هذا من المخلوقات. والله تعالى هو أخبرنا عن نفسه في القرآن الكريم فقال: فإن الله غني عن العالمين، يعني الله لا يحتاج إلى أحد من خلقه. فلذلك اعتقاد المسلمين بالله سبحانه وتعالى أنه لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض ولا يجلس على الكرسي ولا يحل في مكان واحد ولا في كل مكان، لأن الذي يسكن في مكان أو في عدة أمكنة بحاجة إلى هذا المكان، واللي بحاجة لغيره لا يكون غني عنه. فدل ذلك على أن الله موجود قبل خلق المكان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان لا يتغير ولا يتبدل، فهو موجود بلا مكان. هذه عقيدة المسلمين: الله ليس جسم، الله لا يجلس على العرش، الله لا يسكن في السماء، الله لا يسكن في أي مكان.